حقيقة الجهد الاستخباراتي كان واضح ودقيق من خلال تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية. المتهمين اللي أمامكم تم إلقاء القبض عليهم بجهد استخباراتي. مشكورة خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية الاستخبارات العسكرية، وحقيقة بتوجيهات مستمرة من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم بتوحيد الجهد الاستخباراتي وتنفيذ العمليات السباقية النوعية. هي ليست فقط في عمليات إلقاء القبض وتفكيك خلايا، وإنما لدينا عمليات أيضا السباقية باستهداف بقايا هذه الفلول سواء في مناطق سلاسل جبلية أو في الوديان أو في الصحاري، ونفذنا عدة عمليات وتكللت بنجاح كبير بقتل واعتقال وتدمير مواقع دعم لوجستي وأوكار لهذه العصابات الإجرامية. هؤلاء الإرهابيين الأربعة مطلوبين للقضاء العراقي وفق أوامر قبض صادرة بحقهم وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب. اعترف الإرهابيين بالجرائم التي ارتكبوها والتي تتلخص بتجارة الأسلحة وتسليمها لعصابات الإرهابية وتمويلهم من قبل العصابات الإرهابية لجلب هذه الأسلحة من مناطق متعددة وبالتهريب، وكذلك تتركز أعمالهم تقديم الدعم اللوجستي بكافة أنواعه إلى كافة عناصر داعش الإرهابية المتواجدة في الأوكار يعني في المضافات، وكذلك توزيع الكفالات على عوائل داعش الإرهابي، وكذلك استهداف المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية بالعبوات الناسفة وتجهيز الأوكار الإرهابية بأجهزة الاتصال وكافة الأجهزة الإلكترونية.